مبروك يا كابتن طارق. الله يكرمك. مبروك التأهل للمباراة النهائية وإنجاز جديد لسموحة، وصوله بقى لمنصة التتويج على المباراة النهائية بعد طبعا دي رابع مرة يوصل فيها للمربع الذهبي. إيه بقى تعليقك على الفوز النهاردة وعلى المباراة دي الجميلة دي؟ الحمد لله طبعا احنا بفضل الله طبعا مرة واحد ثم الرجالة اللي معانا دي تعبوا السنة دي جامد، لازم ربنا يكرمنا. الله يبارك فيك، لازم ربنا يكرمنا الحمد لله بمجهودهم، والناس دي جاية من أول يوم ومصرة على المكسب، ويمكن دعم مجلس الإدارة عندنا الحمد لله واقف معانا لغاية امبارح عشان نتفرج النهارده الصبح معانا ودعم الفرقه لاخر نفس، والحمد لله الحمد لله يستاهلوا، وان شاء الله نحاول نعمل حاجه بكره باذن الله تشرف نادي سموحه. درستوا ازاي المنافس فريق اهلي يا طارق؟ طبعا متابعين الفرق كلها من اول البطوله السكك اللي احنا هنمشي فيها، والحمد لله عاملين سكاوتنج على كل الفرق، انتم عارفين قوه المنافس طبعا المحترف الدوميكي من احسن المحترفين اللي شفناهم او قابلناهم في البطوله، لعيب ممتاز جدا حفظنا ضربه وعمرنا الاولاد عليهم، والحمد لله الحمد لله طلعوا قد المسؤوليه من 3-0، يعني احنا كنا متراهنين عليها بس الحمد لله فضل ربنا كبير الحمد لله. مباراه نهائيه مع الاهلي المصري، ديربي مصري كده بقى، لقاءات في الدوري وفي الكاس وفي كل المسابقات، شايفه ازاي المباراه؟ طبعا كده الاهلي فرقه تقريبا منتخب مصر من اقوى الفرق المصريه الموجوده، احنا طبعا عاملين حسابهم الحمد لله، يمكن السنه اللي فاتت قابلناهم في قبل النهائي المباراه صعبه، الحمد لله الفرصه في الفاينل معناش ضغوط، الحمد لله هنلعب الماتش زي ما الاولاد بقى يعملوا ان شاء الله، وان شاء الله مصممين احنا نعمل حاجه ان شاء الله تشرف اسمنا باسم ربنا يوفقكم ان شاء الله، والف مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور.